بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد بإذن الله الدرس الثاني في المفهوم الثالث من الوحدة الثانية والأخيرة. الدرس اسمه العلاقة بين درجة الحرارة بتاعة المادة وحالة المادة. كيف تتغير حالة المادة؟ قلنا المرة اللي فاتت تعريف درجة الحرارة مهم جدا. إيه هو تعريف درجة الحرارة يا جماعة؟ هي مقياس لمقدار الطاقة التي تمتلكها جسيمات المادة. تاني، هي مقياس لمقدار الطاقة التي تمتلكها جسيمات المادة. وتتحدد طاقة الجسيمات على حسب مين؟ مقدار سرعة حركتها. هي سريعة ولا بطيئة؟ السرعة والبطء هو اللي بيحدد طاقة الجسيمات. مش بس كده، ده بيحدد حالة المادة كمان يا ولاد، هي صلبة ولا سائلة ولا غازية. طب اديني مثال بزيادة درجة الحرارة. بزيادة درجة الحرارة تزداد طاقة الجسيمات، وبالتالي تزداد سرعتها، وبالتالي تتغير حالة المادة من حالة لأخرى. اديني مثال، أنا لو معايا مية سائلة وسخنتها يبقى جالها حرارة، تقوم الجسيمات سرعتها تزيد وتتغير المادة ويطلع منها بخار. تعتمد حالة المادة جزئيا على مين؟ على درجة حرارتها كالآتي. تعال نتكلم على حالتين. عند ارتفاع درجة الحرارة يعني السخونة، يعني اكتساب الطاقة، التلاتة بمعنى واحد يا ولاد، ارتفاع حرارة اكتساب طاقة أو سخونة نفس المعنى. طب انخفاض درجة الحرارة يعني برودة، اللي هو فقد الطاقة. يبقى في ثلاث كلمات بمعنى واحد، انخفاض الحرارة هو البرودة وفقد الطاقة، ارتفاع الحرارة هو السخونة هو اكتساب الطاقة. طيب خلينا لما المادة تسخن يحصل ايه؟ تزداد حركة الجسيمات وتهتز بشكل اكبر لان حركتها بقت سريعة، وتتباعد الجسيمات عن بعضها، وتسمح الطاقة الإضافية اللي اكتسبتها المادة بإن حالة المادة تتغير من حالة لحالة أخرى. زي مين؟ زي المادة الصلبة اللي هي التلج، لما تسخن بتبقى مادة سائلة. تعالى للعكس، عند انخفاض درجة الحرارة تتباطأ حركة الجسيمات وتهتز بشكل إيه؟ وتهتز بشكل أقل. يبقى نقول تاني كده يا مشمشة، تتباطأ حركة الجسيمات وتهتز بشكل أقل. ليه؟ لأن الجسيمات بتقرب من بعضها وتتحرك معا، وبالتالي الطاقة اللي فقدتها جسيمات المادة تخليها تتحول من حالة لحالة أخرى. زي مين كده؟ زي المية السائلة، لما تتبرد وتتجمد تتحول لمادة صلبة وهي الثلج. يلا نروح لشريحة تانية نتكلم فيها على الأمثلة الحياتية على تغير حالة المادة. قدامنا مين؟ قدامنا مادة صلبة. أدي الجسيمات بتاعة المادة الصلبة، بص تحس إنها منتظمة، تحس إنها قريبة، تمام. الجسيمات هنا إيه؟ بطيئة ومتقاربة. طب لو أنا سخنتها يا مستر حامد ورفعت درجة حرارتها، يبقى المادة الصلبة دي زي التلج مش هينصهر؟ أه ينصهر. تقوم الجزيئات تعمل ايه؟ بص الشكل بقى عامل ازاي؟ بقت مادة سائلة، بعدت عن بعضها بشكل اكبر، والترتيب ما بقاش زي الاول، وبقت اكثر سرعة واكثر تباعد. والعكس بقى يا ولاد، لو كانت دي المادة السائلة وانا عملت لها انخفاض في درجة الحرارة يعني تجمد، يبقى الجسيمات تبقى بطيئة ومتقاربة. تعال نتكلم دلوقتي على انصهار المادة. يعني ايه انصهار يا اولاد؟ يعني تحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة، زي تعرض التلج للشمس او على موقد ساخن. تقوم الجسيمات بتاعة التلج يحصل لها ايه؟ من اثر الحرارة الشديدة تكتسب طاقة، فتزيد حركة الجسيمات وتبعد عن بعضها، والتلج يسيح وتتغير حالته من صلب الى سائل. تعال نتكلم بقى في حالة تجمد المادة، يعني تحول المادة السائلة إلى صلب. يعني لما نيجي نبرد المية لدرجة حرارة أقل من الصفر، إيه اللي يحصل؟ تفقد الجسيمات بتاعة المية الطاقة. طب ليه تفقد؟ من أثر البرودة.
طب ليه هنا اكتسبت من أثر الحرارة؟ يبقى الحرارة تخليك تكتسب طاقة، البرودة تخليك تفقد طاقة، فتقل حركة الجسيمات وتقرب الجسيمات من بعضها، ويتجمد المية ويتغير من سائل إلى صلب. أدي النقطة الثانية، أنا جايب لك الأربع حالات بالشرح. طب النقطة الثالثة، تبخر مين؟ تبخر المادة. زي مين؟ المية لما بتيجي تسخنها فتتحول من سائل إلى غاز، من مية إلى بخار ماء. أهو الشرح أهو يا ولاد. عند تعرض المية إلى موقد ساخن، مادام موقد ساخن يبقى ده اكتساب ولا فقد؟ لا ده اكتساب حرارة، لأن الحرارة جاية لها. يوم يحصل إيه؟ تزيد حركة الجسيمات وتبتعد عن بعضها، ويحصل تبخر للمية ويتغير من سائل إلى غاز. شفتوا أثر الحرارة بيعمل إيه؟ طيب يعني إيه تكثف المادة؟ التكثف يا ولادي إن الغاز يتحول إلى سائل. لا يا مستر مش فاهم التكثف دي، أنا فاهم كله إلا التكثف. تعالى وأنا أديلك مثال حياتي. عارف ماما وهي بتعمل الرز لما ترفع غطا الحلة مش بتلاقي المية نازلة من على الغطا؟ أهو ده تكثف. يعني إيه؟ يعني بخار الماء اللي لزق في الحلة من الغطا اتحول إلى سائل ورجع لحلة الأرز مرة تانية. طب بسبب إيه؟ لأن المكان بتاع الغطا أبرد من الحلة نفسها. يبقى عندما يبرد الغاز يحصل له إيه؟ يفقد جسيماته طاقة، فتقل حركة الجسيمات بتاعته وتقرب الجسيمات من بعضها ويحصل له تكثف، يعني يتحول من غاز إلى سائل. آدي الأربع لعبات، انصهار، تجمد، تبخر، تكثف. والمستر عامل لك جدول جميل بعرفك الأربع عمليات، آدي الانصهار وآدي التجمد، وبالمناسبة الاتنين عكس بعض. آدي التبخر وآدي التكثف، وبالمناسبة الاتنين عكس بعض. الانصهار هو تحول المادة، هات مثال التلج، من حالة صلبة إلى حالة سائلة. طب بسبب مين؟ بسبب الحرارة، يعني اكتساب حرارة. جميل. طب مين اللي عكسه؟ التجمد، هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، المية بقت تلج. طب بأثر مين؟ بأثر البرودة، يعني فقد الحرارة. يبقى اكتساب حرارة يعني سخونة، فقد حرارة يعني برودة. طب التبخر، مية اتبخرت، يبقى تحول المادة من السائلة إلى الغازية. طب بسبب مين؟ السخونة، يبقى اكتساب حرارة. طيب التكثف بتاع غطا الحلة، هو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة مرة أخرى بسبب فقد الحرارة يا ولاد. أدي الجدول الجميل. ونيجي دلوقتي لتدريبات الدرس ده، وأول تدريب فيه بيقول ضع علامة صح أو خطأ تعتمد حالة المادة جزئيا على درجة حرارتها. الكلام ده كلام إيه؟ كلام صحيح 100%. عملية الانصهار اللي بتحصل لبعض المواد ده تغير فيزيائي، أقول له صح لأنه بيغير الشكل فقط. تتكون قطرات من المية لما يحصل اصطدام بين بخار الماء الساخن بالهواء البارد. الكلام ده إيه؟ لما يحصل تصادم بين بخار المية الساخنة مع الهواء البارد ألاقي قطرات من المية. كلام ده صح؟ أيوة صح. النقطة اللي بعدها، أقدر أحدد حالة المادة صلبة ولا سائلة ولا غازية من خلال حركة الجسيمات. طبعا حركة الجسيمات لو قريبة جدا يبقى صلبة، لو متباعدة سنة يبقى سائلة، لو متباعدة قوي 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 يبقى غازية. يبقى من خلال الحركة وشكل الجسيمات تقدر تحدد المادة صلبة ولا سائلة ولا غازية. السؤال اللي بعده، اختر الإجابة الصحيحة. الانصهار هو عملية عكسية لعملية مين؟ أقول له الانصهار عكس التجمد، يبقى عكس التجمد أهو. تحول المادة من غاز إلى سائل، غاز بخار رجع سائل تاني، افتكر غطى الحلة، يبقى ده اسمه إيه؟ التكثف يا ولاد. يبقى التكثف من غازية لسائلة. تتراوح درجة حرارة المية وهي سائلة بين درجة حرارة كام؟ درجة حرارة المية السائلة من زيرو لمية يا جماعة، من زيرو لمية. ليه؟ لأن المية درجة الغليان، المية دي درجة المية المغلية، والصفر دي درجة المية أول ما تجمد وتبقى تلج.
درجة حرارة المادة تعتبر مقياس لمين؟ لمقدار مين؟ أقول له لمقدار الطاقة التي يكتسبها الجسم. يبقى ناخد نمرة جيم. السؤال التالت، اختر من بين كلمتين وأكمل. عندما تكتسب المادة السائلة يا محمد حرارة، تتحول إلى الحالة إيه؟ مش هي سائلة؟ آه. مش جالها حرارة يعني سخونة؟ آه. يبقى تطلع مادة إيه؟ تطلع مادة غازية، وتطلع بخار المية. يبقى نختار كلمة الغازية يا فوزية. عندما تنخفض درجة حرارة المادة السائلة، تنخفض يعني تبرد يا ولاد. لما المادة السائلة تبرد يبقى تتحول للمادة الإيه؟ برافو عليك، تتحول إلى مادة صلبة، لأن الفقد يعني برودة. اللي بعدها، يصبح الماء صلبا يعني تلج عند تبريده لدرجة حرارة أكبر من الصفر ولا أقل من الصفر؟ أقول له مادام تلج يبقى أقل من الصفر، أقل تحت الصفر. تحدث عملية الانصهار عندما ترتفع درجة حرارة الجليد عن كام؟ عن زيرو درجة مئوية. ليه؟ لأن ده إيه يا ولاد؟ ده انصهار، انصهار. جميل. النقطة اللي بعدها، آخر سؤال معانا، اكتب المصطلح العلمي حذر فذر، نوع من التغيرات لا ينتج عنه تغير في تركيب المادة. مادام مفيش تغير في التركيب يبقى تغير في الشكل، مادام تغير في الشكل يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه تغير فيزيائي. حذر فذر، مين درجة الحرارة اللي بيبدأ عندها تجمد المادة؟ مادام تجمد يبقى زيرو درجة مئوية، مادام تجمد يبقى زيرو درجة مئوية. طب لو غليان يبقى 100 درجة مئوية. جايب لي شكل واحد وشكل اتنين. شكل واحد اهو بيقول لي أي من حالات المادة التي أمامك تتحرك جسيمتها بسرعة أكبر؟ يا ترى مين اللي هتتحرك بسرعة أكبر؟ شكل واحد ولا شكل اتنين؟ مين اللي سرعتها أكبر؟ أقول له شكل واحد. شكل واحد ليه؟ لأن ده عامل زي السحابة، ده تجمع للأبخرة، ده مادة غازية، يبقى حركة الجسيمات سريعة جدا. طيب عندما تفقد المادة اتنين حرارة، المادة اتنين اهي، المادة اتنين اهي المادة السائلة، لما تفقد حرارة يعني لما ايه؟ لما تبرد. كلمة تفقد حرارة يعني ايه؟ يعني برودة. لما المادة السائلة تبرد تبقى مادة ايه؟ اقول له تبقى مادة صلبة وممكن تتحول لتلج. بكده خلصت تدريباتنا وخلص درسنا. الدرس الثاني في المفهوم الثالث من الوحدة الثانية، العلاقة بين درجة حرارة المادة وحالة المادة. يا رب يكون بسيط وسهل ومفهوم.